مرحب أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم من السردين علبة السردين، وجبة كتير طيبة ورائعة. عندي علبة سردين 400 جرام، علبة كبيرة. قبل ما نبلش الطريقة مع بعض، بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وشكر كبير للي عم يدعموني بالصفحة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بحط السردين على جنب. عندي 3 بصلات كبار، بدي احط عليهم ملح. هذا الملح كله بده يطلع بالمي، ما تهكلوا هم انه ملح كتير او اي شيء من هيدا النوع. خلطهم مع بعض، انا عم خلطهم بفرفتهم بهيدا الشكل. هول البصلات بدي نقعهم لينزل المي منهم، نرجع نقليهم. وجبة كتير كتير طيبة وما بتخطر عبال حدا بهيدي الطريقة. هلأ بحط البصل على جنب ومنكفي مع بعض. بحط بالطنجرة زيت نباتي، حطت حوالي 4 معالق طعام زيت نباتي. كمان عندي هوني بصلي وسط قطعته بهيدا الشكل، وخمس حبات ثوم مقطعين كمان بهيدا الشكل شرائح. هلا بقليهم على الغاز. بس اخذ البصل والثوم هيدا اللون الخفيف، هلا بدي احط فوقهم الرز. عنا كوب رز، هنا نحط كوب ونص مي، كوب ونص. هيدا الكوب اللي عيرت فيه المي، كوب كبير شوي. بحركهم مع بعض شوي. رح حط فوق الرز نص ملعقة صغيرة عقدة صفرة، كمان ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، ربع ملعقة صغيرة 7 بهارات، ربع ملعقة صغيرة كمون ناعم، ربع ملعقة صغيرة كراوية. حط ملح، خلطهم مع بعض. هلا بحط فوقهم السردين. ممكن نحط سردين بدون شراب، ما في اي مشكلة، وممكن بشراب، يعني النوعين بيمشي حالهم. هلأ بتركهم يغلوا مع بعض، نرجع منكفي. بس صار الرز بهيدا الشكل فيه مي شي بسيط. هلأ بخفف الغاز على الواحد وبغطي الطنجرة. هيدا البصل هلأ بعد ما نقعته حوالي 10 دقايق، هلأ بحطهم بالصحن، بعصرهم شوي وبحطهم بالصحن. اذا فيهم اي شي مي بينزل. ممكن تنقعوهم اكتر، ما في اي مشكلة. شلت المي اللي طلعت عنا بالجاط من البصل، هلا برجع بحطهم بالجاط بعد ما نضفته. بدي احط فوقهم طحين.
محمي الزيت اكيد لا يحمى. عندي هون ملعقتين طعام طحين بفلشهم بهيدا الشكل على البصل، كمان بخلطهم بس يحمى الزيت دغري ببلش قلي. بس اخذ البصل هيدا اللون هلا شيلون. بهيدي الطريقة البصل ابدا ما بيتشرب زيت، بيطلع كتير كتير ناشف. كفي الباقيين بنرجع بنكفي مع بعض. هيدي الوجبة اللي عملتها انا وياكم من علبة السردين. بعد ما خففت الغاز اخدت 7 دقايق لحتى استوى الرز وطفت الغاز تحتهم. وهيدا البصل كتير كتير مقرمش ورائع، بتمنى تجربوا البصل عن جد كتير روعة، ما بيعبي زيت. لحطهم بقلب الصينية. بسم الله. وجبة كتير سهلة وسريعة وما بتاخد وقت ابدا بالتحضير. شفتوا لون الرز شو كتير طالع رائع، روعة طالع. هلا بحط البصل على الوجه. سمعين البصل كتير ناشف. هيدي الوجبة اللي عملتها أنا وياكم من علبة السردين. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله تكون نالت إعجابكم. باي باي أحبابي.